السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل لاباس، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم ان شاء الله الدرس تاع اليوم حيكون على اخطار السياقه في احوال جويه سيئه. الاحوال الجويه السيئه كيفاش؟ كيما دوكا راكم تشوفوا الضباب، وساعات يكونوا تساقط ثلوج هكذا خفيفه. ماشي انا على النسوق، نخليكم مع الزوج تاعي هو اللي حيدير الفيديو اليوم ويعطيكم بعض النصائح على السياقه في هذه الاحوال الجويه. كيما راكم تشوفوا الضباب، يعني ما انا قادرين نشوفوا والو في هذه الطريق. وشنو هما الحاجات، وشنو هما الاضواء اللي لازم نستعملوهم في الحاله كيما هذه، وشنو هي السرعه اللي لازم نكونوا بها، وشنو هما النصائح اللي لازم نتبعوهم. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كيما طرقت لي يعني الزوجه، يعني هنا في الضباب، يعني كيف رانا نمشيو تقدر كيما يقول لك السياقه في الاحوال الجويه السرعه يعني لازم تكون محدده على كل حال. كيما لهنا راه نشوف فيه ضباب، عندنا نستعملوا لي زونتي بريار مضادين الضباب. اونتي بريار هادو نستعملوهم غير نهار يعني يكون ضباب، وكيما راك تشوفوا الشتاء راه يطيح، الطريق راه زالقه. يعني هنا السرعه تاعنا مهما كان نقصوها ب 20 ب 20، نقول لك هنا ممنوع نفوتوا 40، يقول لهم ما نفوتوش 20، نمشيو بالعقل. كيما راك تشوفوا هنا في مرتفعات راه نشوفوا الضباب، الثلوج، الشتاء يعني راه تتساقط. اللي لازم تكونوا متيقنين، تكون يعني السياره تكون يعني تعس روحك، تعس في هذه قادر. كما يقولوا هنا عندنا عده منعرجات، اولوها على اليسار، ثاني كذا على اليمين. هنا نهايه السرعه المحدده 30، احنا ما نزيدش نمشي، احنا ما نجريش، نلتزم اقصى اليمين مع المنعرجات مع ونكون يعني مستعمل لي زونتي بريار كي يجي عليه، وخاصه كي تكون في فصل الشتاء نكون يعني كي الاضواء تاعي نكون يعني في حصتهم، نشوفهم اشكو يمشي وما يمشيوش. كاين السيارات اللي ما فيهمش لي زونتي بريار، وكاين السيارات اللي فيهم لي زونتي بريار. يعني اللي ما فيهاش لونتي بريار يقدر يشعل الكود، الكود يعني يدير فيوز، يدير كود ويمشي به. راكم تشوفوا لهنا يعني رانا في المرتفعات، كيما هنا رانا طالعين على مرتفعات على سطح البحر حوالي 1200 متر على سطح البحر. رانا في الحدود بين ولايه سطيف وولايه برج باريريج. راكم تشوفوا يعني المنعرجات والسياقه تكون خطيره، وخاصه في فصل الشتاء، وخاصه في فصل الشتاء. يعني راكم تشوفوا الرؤيه تنعدم تماما كي يكون يعني الضباب تنعدم، وخاصه كما احنا نشوفوا الطريق هذه راهي مزوده بالاشارات، يعني مزوده بالاشارات. راكم تشوفوا فيها الناس كامل راهي مستعمله الاضواء تاعها، تاع اضواء الضباب لي زونتي بريار. كما هذا نشوفوا راه مورانا، راه حاب يتجاوز، ياخذ نقدر نعطيو الاشاره هنايا نخليه يتجاوز، نقص له. ممكن راه يعني في مهمه، والله راه عنده. راك تشوفوا لي زونتي بريار تاع الخلف كيفاش راه يتشعل، عندنا الاماميين وعندنا الخلفيين. لي زونتي بريار كاين يشعلوا من الامام ويشعلوا من الخلف، كيما هذا رانا نتبعوا فيه، راه مشعلين لي زونتي بريار ديالو. هنا كيما رانا نشوفوا هنا، معليش رانا نشوفوا الرؤيه هنا حوالي رانا نشوف فيها 40. كيما تشوفوا الاحوال الجويه يقول لك يعني الرؤيه راهي منعدمه، والله الرؤيه راهي تنقص. انتم تبعوا الاحوال الجويه، وخاصك تكونوا مسافرين، والله تكونوا يعني في طريق ما تعرفوهش، ولا رايحين السفر، ولا رايحين في السياحه، ولا في رحله، ولا يعني لازم تكونوا طلعتوا الاحوال الجويه، وخاصه في فصل الشتاء. راك تشوف كيما هنا راهي الرؤيه باس من عدمه، رانا نشوفوا شوفوا لها حوالي 20 متر. فوالا هكذا يعني، وتكونوا يعني لازم تكونوا متيقنين وتمشيوا، يعني قادر تعس روحك من اي حاجه، من اي حاجه قادر تسبب لك حادث، يعني في رمش من العين تتسبب في حادث. رانا نشوفوا الضباب كيما هنا دخلنا، راهي الرؤيه من عدم هنا في الضباب، رانا نشوفوا حتى تلحق كي يكون لي زونتي بريار. هذه الاشاره تعكس كي يضربها الضوء تعكس، كيما هذا مشعل الكود ما عندوش اونتي بريار. رانا نشوفوا فيه كي يكون ما عندكش لي زونتي بريار، نعاود نكررها، نستعملوا كود، لو كود كاين فيوز كود فار، ما استعملوش الفار، نستعملوا لو كود. كيما هنا نشوفوا فيها الرؤيه من عدم تماما، من حوالي 10 امتار ما نشوفش ها. فوالا راه نشوف لهنايا نقص السرعه تاعي ونلتزم اقصى اليمين ونمشي يعني ماشي السرعه، يعني مهما كان نقص السرعه، نحط روحي. شوفوا هنا راهي الرؤيه من عدم تماما فصل، وخاصه هنا ها راكم تشوفوا. ممكن راح نتقاطعوا سياره، راح تشوفوا يعني بلي تكون ثاني هي راهي مثل السيارة هذيك اللي راهي جاية لعندنا، يعني تكون يعني في نفسها يعني بلي زونتي بريار بالأضواء. راك تشوفوا فيها كيما هذي ما فيهاش زونتي بريار، راه مشعل لو كود وتبقى ولا خير.
فوالا كيما راكم تشوفوا ندير لكم هذه النصائح باش نسوقوا ان شاء الله بامان في كي تكون احوال جويه هكذايا. كيما راكم تشوفوا حنايا دوكا كنا نشوفوا قريب 20 متر دوكا انا نشوفوا 10، وخاصه هكذا في المعارجات يعني السياره اللي تكون جايه ما نقدروش كامل نشوفوها. ونستعملوا الاضواء ديالنا ونقول لكم كما تطلبوا مني دائما تقولوا لي حيا ديرينا سياقه في الثلج في الامطار في الاحوال الجويه سيئه، وانا كل ما يكون عندنا يعني كل ما نلقى في يعني حاجه تستاهل الفيديو راني نديرها لكم. ونقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.